دايما ان شاء الله الواحد جسمه اشعر يا محمد يا سعيد طبعا. الشكل كده والجمال ده. كواليس كتيره عندك يا محمد، اتفضل مش طبعا محتاج سؤال انت. حبيبي كابتن شوبير، طبعا المشهد هناك مشهد عظيم ومشهد تاريخي، يعني احنا بنعيش لحظات تاريخيه في توقيت مهم جدا من الكره المصريه او الكره العربيه عامه. اولا يمكن النهارده المهندس خالد مرتجي يمكن هيبدا الدخول على الريد كاربت، وهيبقى فيه تصوير وجلسات تصوير خاصة لكل ممثلي الأندية عشان الصور دي تتحط في متحف الفيفا. ما شاء الله، فدي لحظة تاريخية تانية طبعا هتكون موجودة النهاردة بالنسبة لرموز ومسؤولي النادي الأهلي. الحاجة التانية كمان، احنا بنتكلم على بطولة الاتحاد الدولي بيشتغل عليها بقاله أكتر من سنة، ورش عمل واجتماعات وخد قرارات مهم جدا النهارده، واحنا على هامش القرعه هنتكلم ونطلب من اتحاد الكوره النهارده لازم يطلع قرار زي الاتحاد السعودي ما اتخذ قرار النهارده واعلن رسمي ان فتح باب التسجيل لنادي الهلال السعودي في الفتره من 1 ل 10/6. نعم، النهارده اتحاد الكوره مطالب من دلوقتي، مش محتاج يستنى مجلس جديد او الفتره الجايه، كل اربع ايام يبلغ الفيفا محمد مش مشكله يفتح التيم اس. نعم، يبقى من 1 ل 10/6 السيستم يتفتح للاهلي عشان التسجيل. النهارده في مجسم لكاس العالم اللي كان تم عرضه قبل كده. نعم، عندي معلومه ان ممكن يكون في مفاجاه بعرض الكاس اللي هيكون متعلق بالبطوله. نعم، يعني المجسم ده هو اللي هيبقى التروفي اللي هيلف العالم كله وهيجي للنادي الاهلي في شهر فبراير اللي جاي. هذه البطوله، هذه البطوله. نعم، مجسم خاص بالبطوله. حلو، بس الفيفا بيحضر لمفاجاه. هل المفاجاه تتعلق ان في كاس للبطوله؟ كاس بمعنى كلمه كاس، وزي شبيه مثلا بكاس العالم للمنتخبات، ده النهارده هنشوفه في القرعه. حلو، لان النهارده انا سمعت ووصل لي ان القرعه فيها مفاجات مش مفاجاه واحده. مفاجاه من المفاجات الكاس الجديده. هنشوف بقى ايه المفاجات التانيه. برضو من الحاجات المهمه جدا ان البطوله دي فيها ميزه. ايوه، مفيش لعيب عندك في القايمه مش هيلعب كاس عالم. بمعنى انت دايما وانت رايح كاس عالم عندك قايمه فيها 22 لعيب او 23 او 26. كويس، القايمه بتاعت كاس العالم النهائيه اللي هتتسجل في شهر 6 35 لاعب. 35 35 يعني كله هيبقى متواجد. كله متواجد، مش هيبقى متواجد صراحه. انا قلت اللعب انه يكون في الملعب، لكن في الملعب ال 11 وعلى الدكه هيبقى 15 فعلا. يعني بس قائمتك تبقى 35. قائمتك 35 والله حلو، فهو بيدي شرف المشاركه لكل اللعيبه. حلو حلو، عشان ما يمنعش لعيبه انها تشارك في الحدث التاريخي. خالد يحطونا انا وانت هنا نكمل الاسكور حاجه فوق ال 40 ولا ال 50 نخش. ايه المشكله؟ المفاجات دايما عند محمد سعيد. قول يعني هو الحد الادنى 26 لكن مديك الحد الاقصى تسجل 35، ما فيهاش اي مشكله خالص. الاتحاد الدولي صارف على البطوله كويس. صارف يعني صارف اولا مكلف. مكلف كويس قوي. اولا هيستقبل من كل بعثه 55 فرد. Yeah. 55 فرد، يعني من اي تو زد من كافه التفاصيل. رحلات الطيران من كل مدينه. اولا انت مش هتقيم في الولايه اللي هتلعب فيها المباريات. لا، مديك مهله لغايه 17 يناير تختار المدينه او الولايه اللي هتحب تعمل فيها معسكر. انت اللي تختار. والفيفا ليه اوبشن ان يديك 3 أو 4 ولايات ويختار منها. حلو، بس في النهايه تتصلوا للاتفاق، يعني يبقى ماشي توصلوا للاتفاق. الولايه اللي هتقعد فيها لو هي بعيده عن المكان اللي هتلعب فيه هيسفرك ليله المباراه. ايوه، بطيران خاص 55 فرد. بطياره خاصه لغايه المدينه اللي فيها المباراه. تقيم هناك ليله المباراه، تتمرن وتلعب المباراه وترجع على طول تاني. للولايه، وكانك انت موجود في معسكر. نعم، طوال فتره البطوله. ايوه، فكره ان يستضيف 55 فرد في بطوله زي دي، وده عدد كبير جدا. نعم، لاي بعثه رسميه. انت كمان الفيفا عامل نظام ان كل فريق هيقيم معمول مينيمم ان الغرفه بالاقامه بكل حاجه $700. يا عم خدني معاهم يا عم. $700 ده 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 انت يا محمد، انت جاي ايه يعني؟ بطلنا من زمان يا محمد يا سعيد، استعجلنا شويه. المكافآت، ناس كتير عماله تتكلم على المكافآت وارقام خياليه. الله بقى، الله يخليك. نوزع بقى ونتكلم بقى. بص، الكلام الرسمي لغايه دلوقتي اللي بيتقال في الاجتماعات، الفيفا بيرد على الانديه، كلها بتسال. نعم، لسه في مرحله الدراسه وفي مرحله المتابعه. صحيح. عشان نبلغكم بالارقام. بس حسب معلوماتنا ان الفيفا مش هيدفع اقل من اللي كان بيدفعه للمنتخبات في بطوله كاس العالم في قطر. حلو، ده بكولر جا فلوس كتير. يعني انت بتتكلم كده مينيمم بتبدا من اول $9 مليون. $9 مليون يطلعوا ده مينيمم.
اضرب 50 يعني يطلع كم دولار؟ نقول نص مليار. نص مليار الاهلي يستاهل طبعا. الاهلي يستاهل، وكل ما تكسب هيبقى في بونص مكافئات وارقام بتتضاعف. بالظبط كده بالظبط كده. فالقصه لا القصه ممتازه جدا، قصه حلوه. الفيفا كمان حاجه اخيره سريعه، عشان يدي مساحه للاعيبه تشارك وما يبقاش في غيابات كتير في البطوله. ايوه، وصلت بالمرحله ان الانذارات ما تتلغيش الا من دور الثمانيه. الا من دور الثمانيه، من دور الثمانيه مش من دور ال 16 مثلا، او من عامل خلاص دور المجموعات لا من دور الثمانيه والله. لا عامل نظام وعامل لائحه حلو بتفاصيل حلوه يعني جميل.